يا عون يا عون ون ون حب وخاف اطفى يا عون يا عون لم نذكر جعفر. يعني انا جاي اسمع حقيقه اداء للفالت اللي احنا نسميه الفالت بال يعني بالمصطلح المنهجي خلينا نسميه اداء للفالت كان راكز جدا يعني جميل وحقيقه احساسه وصلني انا شخصيا نغميا وصلني يعني احسنت. نعم من نقعد بالدواوين مرات من يتحدث شخص بالحسكه اكو حروف هم عندنا دمج واكو حروف فاضحه تحسه انسان صح. مثقف مؤدي هو كان يؤدي الحروف الجنوبيه لكن واضحة جداً حلوة أنا بالنسبة لي عجبتني حيل. كمشروع أنا أتصور أنه هذه الحنجرة حنجرة راكزة تعتمد أو تعي ما تقرأ بحرفية له ممارسة على المنبر وأتصور أنه هو من الحناجر التي ستنطق على منبر سيد الشهداء. يعني هذا العراق أي نعم الذي يستنبط الألم هذا نوع من الأداء المستنبط للألم وبالتالي لا تعليق يعني إحساسه عالي جدا أداء راكز جدا نعم. إيقاع ثابت جدا جميل أبو ذيه هي ولكن كبيرة جدا نعم صوت كبير جدا ما شاء الله عليه صوت راكز بين الإحساس بي بين المقام بي بين العرب الصوتية بي بين حلاوة الصوت العراقي جميل حتى هو بعث مقطع صوت يعني غير الأبو ذيه هم جميل جدا راكز جدا يعني وملا رائد إحدى المسابقات يعني حصد مركز جميل في إحدى المسابقات بين نعم